نروح بقى لآراء حضراتكم فيما يتعلق بأسباب خسارة الزمالك النهاردة أمام المحلة، وده أمر ما هواش مستحيل وبيحصل كتير جدا، وبكرة هوريكم تقرير حلو قوي عن الحكاية دي إن شاء الله يعني. طيب، عبد الرحمن سيد: غياب الروح وعدم التناغم بين اللعيبة، وكمان في لعيبة لازم تريح وما تشوفش الدكة ولا الملعب لغاية ما يعرفوا إن الله حق، واللعيبة هم أبو جبل، زيزو، حازم إمام، إسلام جابر، محمود علاء. وجهة نظر. جورج القمص: أكيد وبلا شك إسلام جابر ربنا يسامحه، وده مش لاعب أصلا عشان يلعب في الزمالك، ده آخره أسمنت أسيوط، مع احترامي الكامل ليهم. لا، أنا ما بتفقش معاك يا جورج، لعيب كويس جدا وجل من لا يخطئ. عبده السولي: سأنوار يا أبو كباتن، السبب هو التغييرات وقائمة الفريق للمباراة والاستهتار بالخصم، وعلى فكرة أنا أهلاوي. إسلام عبد السلام: فخير يا شربوك يا جميل، من وجهة نظري سبب هزيمة الزمالك هو الافتقاد لروح البطولة والاطمئنان الغير مبرر كل سنة عندما يعتلون صدارة الدوري والاستهانة بالفرق المتوسطة. وجهة نظر تحترم يا إسلام. جهاد حمادة: تغييرات باتشيكو وتضييع كم الفرص المهدرة مع تعالي على الكورة في إنهاء أي هجمة وتسرع لعيبة الزمالك في إحراز الأهداف، وحقيقي المحل عرف كل إن الكورة بتدي اللي يديها مش اللي يتكبر عليها. عرف المحل، عرف. كريم شركس: دفاع الزمالك شوارع بس ده العادي، خدوا القضية تاني بس الطعم الزبدة الفلاح. ده طبعا كريم أهلاوي ده أكيد يعني. خالد بن الوليد: الاستهتار باللعب والفرص الضائعة، والله وكأنهم بيستهزأوا باللعب وبيستخفوا باللعب ومش كده، لكنهم كانوا فعلا مش مركزين، ولكن غازي المحلة كان واخد الماتش بجد، تحية ليهم. محمود محمد: سلمان يا شلبوك يا جميل، بحييك من السنبلاوين، باتشيكو هو السبب الرئيسي في الهزيمة، ما ننساش نحيي الكابتن خالد عيد، وواحدة كده هلا 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 أهلاوي. عبودي عاطف: بسبب أرضية الملعب وتغييرات باتشيكو غريبة، وإسلام جابر ما ظهرش بشكل جيد، وأنا مش عارف ليه باتشيكو بيغير يوسف أوباما وحازم إمام. أون تايم سبورتس: ده سؤال الحلقة. طيب، يبقى اللي فات دي كانت آخر تغريدة وتعليق من حضرتك.